اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل صحي. يوم الاحد من كل اسبوع بيكون الاكل ومطبخنا مطبخ صحي. انا مش بكلفك حاجه، هي الحاجات اللي موجوده في الثلاجه، المتناولات اليوميه لينا اللي عند بتاع الخضار، عند بتاع الفاكهه وهكذا. ولكن عجبني وانا بعمل الشوبنج بتاعي من الخضروات، يعني انا دايما بحب اتسوى واجيب انا الحاجه بنفسي كده، يجي لي مزاج اشتري الكوسه بنفسي، الخضار لازم يكون طازه وفريش. فشفت اللي هو القرع الاخضر اللي هو اليقطين الاخضر، في النوعين، في طبعا اللي موجود معانا ده الاصفر ده، وده اليقطين ده معروف بنعمله ايس كريم، بنعمله حلويات، بنعمله القرع او نعمله اليقطين بالوايت صوص او بالبشاميل واحنا عارفينه طبعا. ولكن الاخضر ده مش نادر او مش متواجد دايما، ولكن بالابحاث العلميه وجدنا ان اليقطين الاخضر ده قيمته الغذائيه عاليه جدا، والنهارده يومه. ليه؟ ده بيعزز صحه القلب، واحنا كلنا عايزين قلبنا يبقى قوي. ليه يا عم الشيف؟ لان في مضادات اكسده غني جدا وعنده ثروه قوميه من مضادات الاكسده، فبيعزز صحه القلب، رؤيه العين، مفيد جدا ويقينا من مرض السرطان والعياذ بالله، فليه ما نستخدموش حتى وهو موجود عندنا؟ فخلونا نعمله مع بعض النهارده بطريقه لطيفه وجميله، ونعمله مع اللحمه المفرومه. معانا كمان الايس كريم بالفراوله النهارده، ونشوف ازاي نعمل الايس كريم المنزلي بدون تكلفه. اذا كان هنعمله فراوله عملناه امبارح بالشوكولا، النهارده معانا صوص فراوله، ونشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. طب هتعمل القرع ده بما ان هو قيمته الغذائيه عاليه جدا، هتعمله يا شيف؟ له طرق كتيره في التسويه، يا اما ان احنا نحشيه لحمه مفرومه ونحشيه رز مع خلطه ومكسرات، يا اما نعمله يخنه، اكله مشهوره جدا في المطبخ الشامي اسمها مفركه القرع باللحمه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ممكن تاخد دبس الرمان، تاخد مكسرات حسب الرغبه. بالتاكيد بما ان هو قيمته الغذائيه عاليه جدا فلازم نهتم بيه في مطبخنا طالما هو موجود في السوق. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. الاكل النهارده صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض خط سير الحلقه هيبدا ازاي. الاكل النهارده اكل صحي، مكونات بتاعتنا في متناول الجميع. هنبدا باول حاجه اليقطين الاخضر او القرع الاخضر اللي موجود معانا. عينيا الاثنين اهو مع بعض كده، ولكن لازم ان احنا طبعا نقشرها بطريقه سهله كده وبسيطه. ممكن تتقشر بمقشره، ممكن بسكينه حاميه زي ما انت عايزه، بس اذا كان حجمها كبير زي اللي معايا ده كده يفضل طبعا تقشريها بالايه، بالسكينه. قشره بتتشال الخضره دي كده، بعد ما بتتشال الاول تغسليها. حلو الكلام. دي نادر تلاقيها، ممكن في منها الاحجام حجم صغير حجم كبير، بتلاقيها في اي سوبر ماركت عند بتاع الخضار. هتقولي لي دلوقتي ايه الفرق بينها وبين الكوسه؟ الاثنين اعتقد هي الطعم واحد والقيمه الغذائيه واحد وكل حاجه، ولكن هو الطعم بس والشكل. ناخد الحته دي كده منها، اللهم صل على النبي. شايفين البذر ده كده مخرجنا الجميل اهو. يلا، ده اليقطين الاخضر. القلب طبعا هنا بيختلف، قلبها ابيض، اليقطين الاصفر بيبقى قلبه اصفر نفس اللون من الخارج بالشكل ده كده. هنخليها ونكمل تقشير ده كده. قيمته الغذائيه عاليه جدا، مفيد لما نجي من اكل صحي. ولكن لو عملتيه بسمنه بلدي، عملتيه بلحمه ضاني فيها نسبه دهون عاليه كده، فكده احنا مش هنستفيد بيه، فلازم ان احنا نستخدمه برضه استخدام حذر من الدهون بتاعتنا. فانا هعمله النهارده مفركه باللحمه المفرومه، ممكن يتعمل بالحمص، ممكن يتعمل من غير لحمه خالص زي ما انت عايزه. افتحها بالنص كده، اللهم صل على النبي، ونشيل البذر اللي جواها. يعني ما ناخدش الايه؟ القلب كله بالراحه كده. انا حبيت ان انا اشتغلها مع حضراتكم كده مباشره. معانا اتصال. يا استاذ مصطفى ازيك؟ صباح الخير يا احلى. يا صباح الفل يا غالي، حبيب قلبي. يا عم مصطفى انا بشوفك الصراحه بجوع. حبيب قلبي يا عم، نفتح الشهيه لحضرتك. قوي حضرتك حبيبي، راجل خطير حبيبي يا غالي. امرني.
استاذ حضرتك عاوز اعمل، عاوز اعرف طريقه عمل الكوبيبه بعد اذنك. الكوبيبه؟ ايوه. حاضر، عينيا الاثنين. تسلم يا جميل. حاضر يا غالي. تسلم. حاضر، اتفضل. مقادير الكوبيبه بسيطه وسهله. طبعا احنا لو تابعنا الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي هنلاقي الكوبيبه عملناها ومقاديرها. هي بالظبط نص كيلو لحمه هبره، ويكون بقري ما يكونش ضاني للعجينه بتاعت الكوبيبه يفضل طبعا، عشان العجينه معاك تبقى حلوه ما تفكش في قلب الزيت وتكون نسبه الدهون فيها زيرو تقريبا. بناخدها بنفرمها مع برغل ناعم. شوف الحاجات دي كلها انا مش عايزها بقى، اشيلها كده على جنب علشان انا ابدا اشتغل. اهو لحم مفروم مع برغل، بصله ناعمه، عود نعناع حلو كده، ورقتين نعناع حلوين، البهارات بيتفرموا في كبه، وبعدين بنخليها في قلب التلاجة لمدة نص ساعة ونشغلها زي ما احنا عايزين. نعملها كبة بالصينية، نعملها كبة مقلية حسب الرغبة. ادي القرع بتاعنا ده كده، هنبدأ نقطعه مكعبات. بالشكل ده كده. عندنا طاسة على النار. اهو. خلي بالك ده بيستوي بسرعة، فلازم تعصجي اللحمة كويس واللحمة تتسبك وتستوي. بعد ما بتستوي اللحمة بنسقط فيها القرع الأخضر زي ما احنا شغالين كده. اه دي لحمة مفرومة اهيت، اللهم صل على النبي. نخليها هنا كده على جنب. القرع ده انا شفته امبارح، جبته معايا، فانا طبعا حبيت اعمله النهاردة في يوم الأكل الصحي اللي احنا بنختاره من الاسبوع يوم الحد. تفتح التلاجة بتجيب مكونات الاكلة اللي انت حباها، تقدر تشوفي ايه الدهون اللي بتستخدميها، تهربي منها، تستخدمي زيت، تستخدمي زيت زيتون، ممكن تستخدمي سمنة بكمية قليلة زي كفتة البطاطس اللي هشويها النهاردة. بنجيب بطاطس نبشرها عادي، برضو فكرة لطيفة حلوة، مش لازم البطاطس تتحمر في قلب الزيت. ولادنا بيحبوا البطاطس، نشويها. اهو شايفه القرع ده كده، اهو شكل لطيف بجد والله. بعد ما تقشر وتقطع بالشكل ده كده، يعني احنا خدنا نصها تقريبا، النص التاني ده بتنه زي ما هو كده، تحتفظ بيه في التلاجة، ممكن تشويه في الفرن، ممكن تعمليه شوربه بقى لطيف قوي على فكره، تعملها بالكريمه اللباني. جربي تعملي القرع ده شوربة كده. القرع جاهز، طاسة حلوة على النار. المادة الدهنية اللي هستخدمها هنا معلقة زيت صغيرة، مش لازم سمنة ولا زبدة. حلو قوي. بصلية ناعمة، حلو. فص ثوم محترم مع البصلايه. ايه بهارات المفركه يا عم الشيف؟ ما نحطش بهارات كتيره عشان نحتفظ هنا بالطعم بتاع القرع العسلي. حلو الكلام؟ القرع العسلي ده مش بيعمل انتفاخ، فبلاش نستخدم لا الكمون ولا الكزبره في المفركه، خلينا نستخدم توابل عاديه بتاعتنا خالص. ده مهم جدا على فكره. ممكن نستخدم عصرة ليمون عشان نحافظ على الطعم بتاعه. معانا بالشكل ده كده. تقليبه دي كده كويسة، ننزل باللحمة المفرومة. اهو ضاني ولا كندوز زي ما انت عايزة، اهم حاجة نسبة الدهون هنا تكون قليلة بقدر الامكان. دعوة حلوة للجزار، ربنا يكرمك يا حاج ابو محمد تزور النبي، هيديك حتة لحمة نسبة الدهون فيها قليلة جدا، دي اهم حاجة. مفركة اللحمة بالقرع الأخضر. شايفين اللحمة المفرومة تستوي بالشكل ده كده؟ أهو. في حاجتين بقى هنا عايز أتكلم عنهم، يا إما إن إحنا نعملها مفركة بالطماطم، تاخد طماطم معانا، بس بصراحة أنا مش أحبها، أنا عايزها من غير طماطم. اللحمة تستوي هنزل عليها بالقرع كده وتاخد معايا شوربة أو تاخد معايا مية مغلية، لأن لو حطيت طماطم الموضوع هنا مش الطعم اللي أنا عايزه. مش هستلطف الطعم بتاع القرع الاخضر هنا، خلي بالك الطماطم هنا هتسرق الطعم.
لحمه كده بالشكل كده تتفلفل وتبقى لطيفه، حطيت لها شويه زعتر، شويه ملح، شويه بابريكا، شويه فلفل اسود بالشكل ده كده. عايزه اللحمه تستوي بسرعه تعملي حاجه لطيفه قوي. ايه هي؟ شويه ميه كده بيغلوا على النار. شفت انا عملت ايه؟ ونغطيها دقيقه واحده بالشكل ده كده. طريقه سهله تخلي لك اللحمه دي تستوي بسرعه بالشكل ده كده. حابه تحط لها طماطم انت ورغبتك مفيش مشكله. هتغلي معانا اللحمه المفرومه، بننزل عليها بالقرع الجميل الحلو اللي احنا قشرناه، اتغسلت الاول بعدين قشرناه وقطعناه بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وطالما موجود في السوق ايه المشكله لما نستخدمه مره او مرتين؟ مفيش اي مشكله. اللحمه المفرومه على النار اعتقد هي زي الفل. بنحط النعناع الاخضر ده في قلبيها، بناخد القرع بتاعنا ده زي الفل اهو. ايه الحلاوه دي؟ القرع نازل على اللحمه المفرومه زعلان، بيقول لك انت تاكلني شوربه افضل حاجه. احنا في ايام الحرب الشرب، في ايام الحر الشوربه مش مطلوبه قوي، خلوا بالكم. فانا بعمله النهارده مفركه باللحمه المفرومه، ولكن الشوربه منه لطيفه طبعا. نقلب ده كده مع بعضه اهو، ادي مفركه القرع باللحمه المفرومه. هنغطيها دلوقتي بشقشاء ميه صغير، هتلاقي القرع ده بعد 5 دقايق بالظبط استوى وبقى زي الفل. اكله لطيفه وحلوه بالشكل ده كده، ليه ما نستغلوش؟ ممكن نحط كزبره خضراء، ممكن نحط شويه شبت حسب الرغبه. نشوف مع بعض مفركه القرع باللحمه المفرومه وصلت لفين. نبص عليها كده واحنا مع بعض. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ القرع استوى؟ طبعا استوى. اللحمه المفرومه معايا هي دي الاكله الجميله الحلوه. كبار السن الاطفال قيمتها الغذائيه عاليه جدا، ممكن ندعمها دلوقتي بكزبره خضراء اهو. زي اكله مشهوره برضو مفركه البطاطا من المطبخ اللبناني، كلنا عارفينها بطاطا متحمره، تاخد لحمه مفرومه، تاخد غلوه على النار، دبس الرمان، تبقى لطيفه وجميله. في بطاطا حاره، بطاطا بتتحمر في قلب الزيت مكعبات، تنزل بعد كده مع كزبره ناشفه، دبس الرمان، كل دي اكلات بيبقى لها فليفر وطعم مميز جدا. كده زي الفل اهي، شايفين القرع استوى. نبص عليه دلوقتي حعيني، هوريك انا دلوقتي القرع استوى ولا لسه. يا شكل الحبايه القرع قبل السوى شكلها يخوف شويه. تعالوا ناخد واحده كده من اللي في قلب الطاسه واحنا مع بعض. اللهم صل على النبي. وادي السكينه اهي، ديت عينيا اهي اهي. دي يمكن اكبر قطعه انا مقطعها. لونه حتى اتغير بعد السوى. ده الطبيعي، شايفه السكينه اهي استوى. سهل جدا شفتها، ده سهل جدا. وده يناسب طبعا كبار السن اللي معاه مشاكل مع الهضم، مشاكل مع السنان، حاجه لطيفه وسهله. المفركه على النار ليها طعم خاص. انا عايز بس مخرجنا الجميل يجيب القرع الاخضر اللي هو اليقطين الاخضر ده قبل اهوت. شلنا البذر وقشرناها، قطعناها مكعبات، خدناها مع لحمه مفرومه. انت مش بتحب اللحمه المفرومه، حطي دجاج مفروم بديل ليها. مش عايزه لا ده ولا ده، نزليها في قلب الصلصه الطماطم وتبقى مفركه نقول يخره القرع بالطماطم. دي جميله جدا، كانت ام الله يرحمها تعملها من غير لحمه ولا حاجه. القرع اللي هي الكوسه دي بتاعتنا الخضراء تتحمر تتسلق مع قلب صوص طماطم متسبك على النار مع رز ابيض، كانت دي العشوه والغدوه بتاعتنا. شايفين على الصوره الحلوه ازاي اهو؟ زي الفل. هنغرفها دلوقتي ونقدمها لحضراتكم. نقدر نحط لها دبس الرمان، نحط لها ممكن نحط لها زي ما انت عايز عصره ليمون حسب الرغبه. اكله عزيزه علينا، اتكلمنا عن القيمه الغذائيه بتاعتها، القرع مستوي، اللحمه المفرومه مستويه، بندعمها بشويه كزبره خضراء. دي كزبره خضراء بتحطيها قبل التقديم مباشره عشان خضرها وجمالها يبان. ممكن تعملي حاجه لطيفه، عصره ليمون حلوه. شفت الدلع ده كده اهو، الله. ممكن تحط دبس الرمان، بس انا برضو مع ان دبس الرمان بيسرق الطعم. انا عايز هنا طعم الكوسه الخضراء او القرع الاخضر او اليقطين الاخضر، دي المسميات العلميه بتاعته، تبقى هي سيد الموقف.
فرسان التلفزيون المصري. حلقتنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين بالترتيب، بدأنا مفركة القرع الأخضر أو اليقطين الأخضر بطريقة بسيطة وسهلة، جبناه قشرناه يتغسل الأول طبعا، وده من فصيلة القرعيات احنا عارفين، سواء الكوسة سواء اليقطين الأخضر سواء اليقطين الأصفر أو البرتقان اللي معانا ده كده، وعملناها باللحمة المفرومة. فيكي تعملها شوربة بالكريمة، ممكن نعملها صينية زي المسقعة تبقى لطيفة برضو، يتقطع شرايح كده وياخد لحمة مفرومة يبقى مسقعة زيه زي البتنجان. احنا معانا عموما يعني ممكن نعمله بكذا طريقة. وعملنا البطاطس الحلوة دي للأطفال والرياضيين بالذات، مش كل مرة هناكل بطاطس مقلية. اللي عاجبني كمان الايس كريم فراولة الجميل الحلو المنزلي نسميه، لان بالتأكيد طبعا مش زي اللي بنشتريه من بره، بيبقى فيه تبريد وفيه عملية تكنيكية لموضوع الايس كريم، انت عملتيه وحطيتيه في الفريزر وغرفتيه. عادة للاكل الحلوة دي شوية رز ابيض حلوين مفلفلين كده، رز مصري، معلقتين زيت مع شوية رز شوية بهارات حبهان، نقدمه مع السفرة بتاعتنا. اذا بنعمل اكل صحي او غير الاكل الصحي، سفرتك ما تخلاش من السلطة الخضراء، من المكونات بتاعتها، من الدرج بتاع التلاجة، عندك الخيار، عندك الطماطم، الفلفل، الجرجير، الخس، كل ده. ولكن اذا فيها ورقيات زي الخس والجرجير يفضل تتبيلتها قبل ما نقعد على السفرة مباشرة. اكلنا النهاردة اكل صحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. تابعوا الشيف المغازي كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، منين؟ من ماس بيرو.